وعليكم السلام. اهلين يا ابي. شو ما اجى سمعون؟ لا والله يا ابي ما اجى. يا عم والله شغل لي بالي هالولد. يا ابي مريت لعنده على البيت وسالت عنه؟ مريت وما لقيته. السلام عليكم. اهلين بالخواجه سمعون. وين كنتوا؟ لا احكي لشوف. معلمي انا كنت بالبيت. عزاب هلا رحت لعندك على البيت وما لقيتك، احكي لشوف. وين عم تروح؟ ليش عم تأخر؟ والله يا معلمي انا بشير. امرك يا ابي. حضر لي الخيزراني وارفع لي رجليه. فوت لجوا ولا يلا لا لجوا. اخ يا معلمي رخيلك. خلص بحكي. نزلوا رجليه. احكي ولا وين عم تروح؟ عم روح دخين. عم تدخين؟ عم بشرب تتون معلمي. وهي الكيس. الله لا يعطيك العافية. معناتها كلام بشير مزبوط. عم تمد ايدك على الغلة. والله العظيم يا معلمي معاد عيدة. والله العظيم معاد عيدة. لا حول ولا قوة الا بالله. ولك مو عيب لك سمعوا الدخين؟ بسيطة. لك طلع على بشير تطلع. ولك شب مشورب ما بيدخين. هلا عم تدخن انت التاني ولا؟ لا اعوذ بالله. شو عم دخن يا بي؟ اعوذ بالله. مو مخسر رجليك ولا؟ والله يطعمك تتأخر على الفرن. أو أدرى أنه ما عم تسمع كلمة أمك أو تعذبها. نلع من وشي. نلع. أمرك معلمي. أي دخيلك يا الحمى دخان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.